الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين محمد وآله ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم إلى قيام يوم الدين. السلام على الأرواح المضحية، السلام على الدماء السائلة في أرض هذا الوطن، السلام على القلوب المؤمنة الصابرة التي فقدت أحبتها فداء وقربانا لهذا الوطن، السلام على رموز الثورة، السلام على المغللين بالقيود في زنازين الظالمين صابرين ومحتسبين أنه لا يضيع عند رب العزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه السنة الثالثة منذ انطلاق ثورة اللؤلؤ المباركة التي بيّنت ووضحت قباحة هذا النظام الذي لم يتوالى يوماً بل لحظة عن اقتراف مختلف الانتهاكات التي طالت جميع فئات هذا الشعب الصابر، بل وتعدت إلى أكثر من ذلك إلى هدم المساجد وبيوت الله. لنا ما يقارب 4000 معتقل زج بهم النظام ولفق لهم التهم التي غالباً ما تكون جاهزة، بل أدار حسابات لجماعات إرهابية واتهم بها المعارضة والطائفة الشيعية تحديداً، كذلك حرض طائفة فأخذت تنهش بالطائفة الأخرى. لا يسعني الوقت أذكر مختلف الانتهاكات، ولكن ذلك كله من أجل الالتفات على ما يطالب به الشعب من حرية وكرامة يكفلها أي نظام لشعبه. عندما انصدم هذا النظام أنه محاصر ولم يعد مصدقاً عالمياً، ارتاء أن يفتعل حادثة للتفجير وأن يضحى بأزلامه، فلا مانع لديه أن يفعل أي شيء لمصلحته وكسب الوقت لصالحه. وكما هو المعتاد نكل بالشباب الذين تم اختطافهم وانتزعت منهم الاعترافات تحت وطأة التعذيب الذي لا يحتمله بشر، نقف اليوم وقفة عز وآباء شامخين الهامات لكي نكرر ونقول مهما فعلتم لا تكسرونا ولن تذلونا، فرقابنا لا تنحني إلا لخالقها. وكما قال أبا الأحرار الإمام الحسين، إنني لا أرى الحياة مع الظالمين إلا برما. وهكذا فنحن أبناء علي وفاطمة وتربيتنا حسينية، أرواحنا كلها فداء للدين وللوطن. ختاماً نسأل المولى العلي القدير أن يفرج عن معتقلينا فرجاً عاجلاً، وأن يمن على جرحانا بالشفاء والعافية، ويحفظ شبابنا المجاهد، ويحشر شهدانا الأبرار مع الأولياء والصالحين، ويمن على هذا الشعب الصابر بنصر قريب، وتلوح راية النصر في أعالي سماء هذا الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.